انت ما بتعيش نفسك في الفكرة السلبية، انت ذات نفسك مش هتقدر تطلع منها. اما تعيشوا نفسكم بقى يا ريتها بقى فكرة سلبية وبس، ده غلط والله صدقوني، غلط مش صح خالص، مش صح تماما الفكرة السلبية اللي موجود. طيب يبقى انا اما بعيش في الامر ده تتغير القناعات، تتغير الادراك، وبعد ما يتغير الادراك ايه بقى؟ الجوارح تنفذ، وده غلط بيسبب لي احباط. طب الحل، الحل اول حاجه ان انا اعرف ان مش دي نهايه العالم، واي حاجه بتحصل ما تبقى السبب ان هو يقعدني او يبقى عندي الاحباط فاقعد، لا ده يبقى عندي الامر ان انا اخد وقعت. ايه المشكله؟ ما احنا جايين الدنيا ليه يعني؟ ما احنا جايين الدنيا علشان هنقع ونتعلم وبعدين نقوم، مش بدل ما تعيش بحس يا ريتني كنت جربت. يا ريت يا عم جرب وما تنج... ماشي جرب وهات معيار، ما فيش معيار صفر، بس اسمك اتعلمت حاجه. لازم تكون طالع من الامر دوت بحاجه جديده، ودي تقريبا دي انطفت. لكن جرب. يبقى اول حاجه انت تحط في دماغك ان انا ساعه لما يجي لي الحاله دي محدش هيطلعك منها، ولا 100 دكتور نفسي ولا 100 ولا الكلام ده. انت رقم واحد، انت رقم واحد اللي تطلع نفسك من الفكره ذات نفسيها. ايه هي؟ انا في حاله من حالات الاحباط والحزن والافكار السلبيه وان انا مش عارفه عندي قلق انا هطلع من الامر. خد القرار. طيب ايه كمان؟ عدل التفكير. ما هو تعدل التفكير عشان تطلع وما تقعش تاني، علشان تشوف ما الحاجات اللي حواليا بتقاس دنيا. قال لا ما احنا عندنا المنظور ما دنيا، والدنيا بيحصل فيها ايه؟ لازم نبتلى ويحصل ونقع ونعمل وبعدين نجرب ونشوف والكلام ده. انا اعرف من الشخصيات، يعني اعرف ست واعرف راجل. يعني الست تقريبا عمرها 68 سنة تقريبا، والراجل عمره تقريبا في اواخر 59 حاجه كده يعني، ودول بيتين مختلفين. كم لو اقول لكم كم، اللهم بارك التفاؤل والمغامرات واتخاذات قرار قرارات جريئه والخوض في الحياه، وتقول لك كذا. ولما نيجي نتكلم على الامه يعني حاله نفسيه رهيبه وبكاء، وبعدين تقول لك لا نقوم ندعي، احنا مالنا؟ احنا لنا دعوه باسباب الدنيا نحاول فيها، حاولنا ما حاولناش جري على السجاده، جري وعلى السجاده وجري، لان ده الملاذ. ده طول ما في دنيا احنا في احباطات وفي مشاكل وفي ابتلاءات وفي كذا، اطلع منها ازاي؟ بحاجتين، اخد باسباب اللي ربنا امرني بيها واطلع لرب الاسباب، وده الاساس. في حاجات انت مش هنعرف نغيرها، في حاجات مش هنعرف نتعامل معاها، وانت فعلا تحبط ملناش فيها الا ربنا سبحانه وتعالى، ونبرأ الى الله من كل الحاجات دي، بس عشان نبقى فاهمين. طيب إيه اعدل بقى في الخطه بتاعتي من ضمن العلاج؟ ودي ثالث خطوه، ان انا اعدل في الخطه بتاعتي واحط لا فيها ولا مش عارفه ايه، لا كذا إيه. طيب انا خدت واخد الوسيله الفلانيه وجابت النتيجه، لا 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 انا اخد وسائل تانية. ما هو انت ما تقوليش انك بتعمل نفس العمل بنفس الوسائل بنفس الطريقه ومتوقع نتيجه مختلفه، لا مش هيبقى في نتيجه، هتبقى اياها نفس النتيجه ونفس الحاجه ونفس البتاع، بس لا. فاعدل الخطه وطريقه اللي اخد بالاسباب فيها واجرب تاني. ايه المشكله؟ واجرب تاني. المهم، المهم ايه؟ انك ما تقفش محلك سر، تموت روحا، مش 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 جسد، لا روحك تموت تذبل، وتبقيش حاسه انك عايشه. لا إيه، اروح ممكن استشير حد ثقه ومؤتمن في الامر واشوف الناس عملت ايه وانا اعمل زيها. إيه كمان بيساعدني لو انا في حاله احباط وعايز اخرج ومن الحاله النفسيه الاولانيه، ان انا امشي في اماكن مفتوحه. تعالوا لاختكم وشادش ولا هاتولي اي مكان مفتوح فيه سماء وفيه ارض وفيه ميه ولا فيه خضره، اي حاجه من الثلاثه دول انا ما عنديش مشاكل. ايوه انا ما عنديش مشاكل والله، ونعيش حياتنا وما فيش مشاكل، نعيش حياتنا. المشي ذات نفسه بيديك فرصه للتفكير وتفريغ الطاقه، انك تشوف ملكوت ربنا الواسع للعين، لان احنا ما شاء الله علينا اخرها نص متر ولا متر. ليه؟ البيوت الجميله، البيوت الحلوه اللي احنا عايشين فيها، ربنا يرزقنا الواسع من عنده. او حتى لو بصينا حته فين، حته سما جايه كده من ناحيه، يا رب هات لنا سما. مفيش مفيش. فلما يعني توسع افق العين وتوسع المدارك وتشوف حاجه خضره يساعدك، لون اخضر يساعدك على التركيز، ميه يساعدك على الاسترخاء والكلام ده، وطلع الطاقه اللي جواك. النقطه رقم 6 في الحل، حسن الظن في الله. الله،
ابدا لن يضيعنا. حسن الظن في الله ده اللي بيخليك دايما واخد يعني خطوة وسابق بيها غيرك. انا عندي حسن ابدا والله يا رب لن تضيعني ابدا والله يا رب، انا عارف انك موجود وان انت شايف حالي وعالم بحالي وعالم بسؤالي. يا رب نجيني يا رب، يا رب طلعنا من اللي احنا امنن علينا يا رب بفضلك وسعتك ورزقك وبركتك وهداك يا رب وفتحك. احنا معانا ربنا سبحانه وتعالى، وعشان يبقى انت طريق ربنا ده انت وبتدعي ما انتش مستحي لازم يبقى لك سابق كان له عندنا زلفة وحسن مقاب، لك حال سابق مع الله سبحانه وتعالى. مش مستني نفسك لما تقع، بس معلش حتى لو بتقع انا بقول لك اهو روح لربنا، حتى لو بتقع روح يا عم روح وما تسيبش نفسك، يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا، روح ما تقفش. حتى لو انت مقصر في العبادة حتى لو انا مقصرة مع ربنا ما تسيبوش نفسكم، ما تسيبوش نفسكم وروحوا. لكن الجميل الناصح اللي يعمل حساب ان له رب سواء في الرخاء او الشدة، دول الناس الجميلة. احسن الظن في الله ابدا يا رب انت موجود ولن تضيعني يا رب، اكرمني يا رب، نجيني يا رب. ده حاجة تحفة جدا، حاجة تحفة جدا جدا جدا. انا عايز اقول لكم على مقطع شفته للمسلمين الجدد، الناس اللي داخلين في الاسلام دي. فواحده بتحكي من الحكاوي بتقول ايه، بتقول انا يعني حصل لها حاجه، حصل في حياتها حاجات كتيره، وبعدين قرات على الاسلام وبعدين جت في يوم، طبعا لسه ما خدتش الخطوه، جت في يوم قالت لو انت موجود او اي حد موجود فوق في السماء وسمعني عرفني اعمل ايه. ما هو موجود، هو موجود سبحانه، هو موجود والله العظيم، الرب موجود، ربنا موجود وعالم بيك وشايفك وعارف حالك وعارف دقائق امورك وعارف خفايا قلبك وما تخفي الصدور، هو موجود. فقالت يا رب يا اللي انت فوق او اي حد موجود، قالت كده سمعني اهديني او اعرف عرفني طريق الحق او نجيني من الامر ده. احنا كمسلمين عارفين كده، فتقع في احباط ليه؟ لا، احسن الظن في الله. ليه؟ لان سوء الظن في الله يا جماعه الحالقه بتحلق الدين، تحلق حسناتك. كاني بسيء الظن في الله، استغفر الله استغفر الله يا رب ان شاء الله يا رب، مش احنا مش احنا، انت مش قادر يا رب، استغفر الله. ينفع ربنا صفه القدره او العلم او الحكمه او الخبره او العطاء او الرزق او القيوميه؟ لا، استغفر الله. فاللي يسيء الظن كانه مش عايز اقول اللفظ، بيجوا على ربنا، وده مش صح يا جماعه، والله العظيم ما هو صح. طيب ثق في الله، الست خطوات دول يطلعوك من حاله الاحباط. خطه جديده، تفكير جديد، عدل افكارك، اطلع امشي، كلم حد ثقه، حط اساليب جديده. ثق في ربنا سبحانه وتعالى، ثق في ربنا سبحانه وتعالى، ما تثق فيه هترتاح.